السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ موسى عبد القادر السوسي مدرب الشرار. اليوم احنا نخوض حصة من حصص الاستعداد للموسم الجديد. الحمد لله الاستعداد يصير بشكل مثلا من خطوة خطوة يتحسن الفريق. طبعا طموحنا كطموح الشرارة دائما على أساس أن المنافس الفرق اللي نحترمه من المنافسين، لكن حتى احنا طموحنا بإذن الله للمنافسة من أجل الهبوط الممتاز بإذن الله تعالى. يعني الاسم حسن موسى عتيق، حارس فريق الشرارة. والله استعداداتنا الموسم هذه ان شاء الله استعدادات كويسه، بدينا بدري والله، نستنى احنا في انطلاق الدوري. الحق عطل علينا تو، مو كلنا 3 شهور ان احنا نتمرن ومستعدين ان شاء الله حظوظنا ان نرقوا الدوري الممتاز. وفي النهايه ما التوفيق الا من عند الله، وان شاء الله نبوا جماهير نادي شرارة ترد لناديها وتكاتف مع بعضها.